أنا عامل نظافة، أنا ولد هاد البلاد كنشم ترابها في كل لحظة، ولكن أنا ماشي بحال الكثير ديال الناس اللي تعطاتهم الفرصة يساعدوا بلادهم، يجلسوا غير في ديورهم حدا وليداتهم حدا والديهم. أنا مجبر عن حب، إياه مجبر عن حب نضحي بحال ناس كتار كيضحيوا من أجل هاد الوطن الحبيب، بحال البوليسي، بحال الدراكي، بحال القيد الشيخ والمقدم، بحال الجندي، بحال الطبيب والممرض، وبحال ناس كتار كيعملوا في خفاء من أجل مصلحة بلادنا. ولأنه نظافة بلادنا أمانة في رقابتنا، ورغم المرحلة الصعيبة اللي كتمر بها هاد البلاد، أنا خدام من أجل نظافة مدننا، من أجل نظافة بلادنا، باش ما نوليوش لا قدر الله في أزمة بيئية. ولأني كنتامي لمجموعة عريقة عمرها أكثر من 42 سنة، هي مجموعة SOS. كنت أنا وجميع صحابي في الخدمة فرحانين بانخراط هذه المجموعة الكبير في المجهودات المبذولة للقضاء على كورونا من خلال عمليات كبيرة ديال تعقيم المدن اللي كتشرف عليها. واليوم أنا عامل نظافة، أنا الإنسان اللي كنحب المهنة ديالي، كنطلب منك انتي اختي، وكنطلب منك انت اخويا، وكنطلب منك انت يا ولدي، جلسوا في ديوركم، حرصوا على النظافة ثم النظافة، اغسلوا يديكم باستمرار، تجنبوا المصافحة وتجنبوا التجمعات اللي ما منها فايدة، تابعوا تعليمات السلطات ونكونوا واعيين. خصنا اليوم نكونوا واعيين أكثر من أي وقت أن بلادنا أمانة في يدينا، لازم علينا نحميوها، لازم علينا نحافظوا عليها، لازم علينا نقاتلوا ونقاتلوا ونقاوموا ونزيدوا نقاوموا باش نقضيوا على كورونا ما تقضيش علينا. أنا عامل نظافة.